السؤال الأول بيقول لي two currents I and two I passing through two parallel straight wires. حلوة. As shown in the figure, when moving wire Y further away, يعني حركناه بعيد من wire X, يعني احنا شدينا wire Y ده بعيد كده, شدينا بعيد. كلام جميل قوي. بيقول ايه بقى؟ What happens to the magnetic flux density at C؟ طب انت تعرف فين C؟ لا, يبقى لازم الأول نشوف ما قيمة الماجنتيك فلكس عند C. تقول لي دول two currents في نفس الدايركشن, يبقى جواهم ما بينهم الفيلد ماينس وبراهم الفيلد بلس. ممتاز. اذا الماجنتيك فلكس عند C هيساوي بي اكس بلس بي واي لانها في منطقة بلس. كلام جميل. احنا حركنا بي واي بعيد عن C, واحنا عارفين ان كل ما بعدنا يعني الديستنس جرالها ايه؟ زادت, فالفلكس ايه؟ بيقل. مظبوط ولا انا غلطان؟ يبقى كده بي واي هتقل لان واي هو اللي بعد. طب لما بي واي تقل وهي بتتجمع على الاكس يبقى معنى كده ان البي توتال قلت. يعني مثلا ما كنا بنجمع 7 بلس 4 دلوقتي بنجمع 7 بلس 3 7 بلس 2, فكده البي توتال قلت فهتكون الاجابه decreases. تعالى ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ده بيغلط فيه طلاب كتير جدا جدا جدا, على الرغم ان احنا حلينا منه كتير جدا, بس الطالب مصر انه ما يقراش السؤال. If a circle require rewinding, حبيبي rewinding يعني reshaped يعني recoiled, يعني يا بابا ال N وال R بيتغيروا عكس بعض, زي ما تجيب كده سلك تلفه على ايدك على رست ايديك ولفس يعني على الحته دي كده الرست ده, وسلك تلفه على كوعك كل دراعك, فبالتالي الريديوس هيكبر في حاله كوعك, فبالتالي عدد التيرنز هيقل, بينما في حاله الريست الريديوس قل فعدد التيرنز زاد. فلما تشوف حضرتك كلمه ريوندنج هتقول لي زي ما احنا شايفين كده ان ان 1 على ان 2 بتساوي, الله ينور عليك, ار 2 على ار 1, ودي ليها اثبات قلناه. تمام, ده في حاله ريوندنج. قال لك زودنا عدد الفلكس عدد التيرنز 3 تايمز, يعني ان 2 اصبحت 3 تايمز قد ان 1, و same current passes يعني I1 equal I2. عايز الماجنتيك فلكس عند السنتر لما زودنا ده, تيجي تقول لي B2 over B1 بتساوي ايه؟ بص كده معايا ميو N2 I2, ما هو ده circular coil على 2R2, و B1 ميو N1 I1 على 2R1. هيجي طالب يقول لي انا حافظ لها قانون, اقول له لا يا حبيبي, فرضا انا رحت مغير الكرنت, فرضا انا رحت مغير اي حاجه ثانيه, فلازم تكتب كده وبعدين نبقى نطير. ده حضرتك بمنتهى البساطة ينزل وده كده يطلع, ده قانون في الماث, هيبقى ميو تمام ان 2 اي 2 2 ار 1 اللي هي طلعت فوق على ميو ان 1 اي 1 2 ار 2. ده لو انت عايز يعني غلب حمارك خالص احفظها كده. هما بقى كده هما نفس البرميابيليتي, فيطير الميو مع الميو, ونفس الكرنت يطير الاي مع الاي, والتو تطير مع التو, يبقى وصلنا الى ايه؟ ان 2 R1 أيوة بتساوي N1 R2. طب ما هو N1 على R2 على R1 بتساوي N2 على N1, أو آسف N1 على N2. حلو, يبقى معنى كده إيه بقى؟ R1 على R2 بتساوي N2 على N1, يعني أنا أقدر أشيل R1 على R2 وأحط N2 على N1. طيب يبقى أصبح دلوقتي عندي N2 over N1, ده الاساسيه اللي موجوده, وشلنا ار1 على ار2 تمام, هي معكوسه هنا اهي, ار1 على ار2, هنشيل ار1 على ار2 ونحط ان2 اوفر ان1. يبقى احنا كده معناها ان احنا هنروح قايلين ان احنا هنمشي بالشكل ده, انا مش عايز ابين لكم الاجابه اسمع علينا, فهنروح قايلين بالشكل ده ان احنا ماشيين, هتقول لي بتساوي ان2 سكوير زي ما انت شايف كده على ان1 سكوير. طيب فلما تبقى ان2 سكوير على ان1 سكوير هنقول بقى انها بتساوي ال N2 ثلاث مرات قد N1, يبقى 3 times N1 ونعمل all power 2 على N1 سكوير, تبقى 9 N1 سكوير على N1 سكوير, تصير دي مع دي يبقى تزيد كم مرة؟ 9 مرات. كل ده عشان اقلب كلمة rewinding. ممكن كنت تحفظ انت القانون ده مباشرة وتعوض بيه, ولكن ده فيه ريسك كبير جدا 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 ان انت لو غيرنا الكرنت او كده ممكن تقع. طب ندخل السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي two concentric metal rings in one plane each carries current intensity I as shown in the figure. The direction of magnetic flux at common center. طيب هو دلوقتي عندي two magnetic flux بتاع السيركل كويل ده والسيركل كويل ده. كويس ان انت قلت سيركل كويل, يعني الرول بتقول ميو ان اي على 2 ار. طيب ما هم نفس ال N لان ده ترن وده ترن, ونفس الكرنت لان ده اي وده اي, ونفس البرميابيليتي لانه في نفس الميديوم, يبقى الاختلاف في الار. طب البي مالها مع الار؟ البي انفرس مع الار. كلام جميل, يعني الار القليله عندها بي كبيره.
طيب بما انهم نفس الكرنت ونفس كل حاجه يبقى احنا هنسمع كلام الفيلد الاقوى. مين الفيلد الاقوى، ابو ار صغيره ولا ابو ار كبيره؟ لا طبعا ابو ار صغيره، لان لما تقل الار البي تزيد، يبقى هنسمع الكلام ده. طب ده الكهرباء بتاعته ماشيه ازاي؟ انتي كلوك وايز. طب لما كانت الكهرباء بتمشي انتي كلوك وايز بتعمل نورث، مفيش كلمه نورث، يبقى مكان نورث نستبدلها بكلمه اوت اوف بيج. طب واللي هنا ده ما هو يعمل ساوث، ايوه بس اضعف، واحنا بنمشي ورا الفيلد القوي عشان كده اخترنا الفيلد اللي هنا لان الاي متشابهه. طب ندخل على الكويستشن اللي بعده، بيقول لي هنا ايه بقى؟ ان ذا فيجر شون 3 كوارترز لوب ريديوس بتاعه ار. حلو، هو ده 3 كوارترز اهو وكرنت اي اند كوارتر لوب الريديوس بتاعه 2 ار، هو ده الصغير ده. ان سيم دايركشن، يعني ايه ان سيم دايركشن؟ يعني هما الاثنين ماشيين مع بعض في نفس الايه الدايركشن كده. اند بوث از وذ وان كومن سنتر، يعني الاثنين عندهم نفس السنتر. الماجنتيك فلكس دينستي عند بوينت ام كالكوليتد من اني ريليشن. طيب بص كده معايا يا حبيبي، احنا نشوف عند ام هنجيب عندنا 2 بيز، البي الاولانيه اللي هي بتاع ده اللي هو ميو، ودي قد ايه؟ 3 كوارترز اي على 2 ار، فهتبقى ميو اي، وهنا ال 4 دي تنزل تحت هتبقى 3 اوفر 8 ار. دي بي الاولانيه، تعالى ناخد البي الثانيه اللي هي الاوسع دي، ميو دي مش 3 كوارتر، دي كوارتر مكان الان يعني اي على 2، بس هنا الريديوس مش ار، هنا الريديوس يعتبر 2 ار، فيبقى نحط هنا 2 ار. كلام جميل، نروح قايلين ان ده تنزل تحت يبقى ميو اي دي 4 في 2 يبقى 8 تايمز 2 16 ار. يبقى انا اصبح عندي بي 1 ايكوال 3 ميو اي على 8 ار، وبي 2 بتساوي ميو اي على 16 ار. طب اما نيجي بقى نجيب البي توتال ليهم بقى، نجمعهم نعمل لهم اديشن ولا سبستراكشن؟ عشان تقدر تحدد بقى اذا كنت هتجمعهم ولا هتعملهم سبستراكشن، انت عندك حلين، يا اما تبقى عارف مني كده ان لو مفيش خط جاي من هنا من بره او حاجه يدل ان هم اتقسموا بارلل هنعمل لهم ماينس، لو هم جاي لهم خط من بره يعني الكهرباء جايه من بره وتقسمت، لكن لو هو لوب واحد كده الكهرباء ماشيه جواه بتعمل بلس، ولكن مش دي الطريقه الصح يعني. بص يا سيدي، احنا هنبص على السنتر اللي احنا عايزين ناثر عليه. لو احنا عايزين نتخيل كده الدنيا ماشيه ازاي، نشوف اتجاه الفيلد، هنعتبر ان ده تينجنت كده ونعمل ايدينا كده، يبقى من هنا اوت ومن الناحيه اللي داخل فيها جوه هيبقى انتو، يعني ده كده يعمل فيلد انتو. ونفس الكلام هنا، لو عملنا ايدينا من الناحيه دي كده هنلاقي من ده كده اوت اهو بره، وهيلف كده ويدخل الناحيه دي انتو. ده لو انت عايز تعرفها صح، او تبقى عارف دايما ان هم لو نفس اللوب كده ماشي مع بعض بدون ما يدخلوا كهرباء من بره او حاجه، يبقى الاثنين هتعملوا بلس. يبقى احنا كل اللي هنعمله هنعمل الاثنين بلس بعض، يبقى 3 اوفر 8 ميو اي وهنا ار بلس هيبقى كام؟ ميو اي على 16 ار. هتطلع الاجابه نعمل لهم بقى بلس، كانك بتعمل 3 اوفر 8 بلس 1 اوفر 16، ولأن كل الحاجات التانية متشابهة. سيفن اوفر 16 تطلع إجابة سي. طيب تعالى بقى ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول in the opposite figure the ratio between the force acting on wire X that acting on wire Y. احنا عارفين ان دي اصلا mutual force، فدايما الريشيو 1 to 1. ليه؟ انا قلت لك اصلا ان فورس مثلا X بتساوي ال X I X B Y، ولما تيجي تفك هتبقى ال اكس اي اكس، وطبعا ال ده مشترك ما بينهم واي اكس، وهنا هيبقى ميو اي واي على 2 باي دي. طب ما هم يا حبيبي بياخدوا نفس الديستنس، يعني دي ثابته ونفس اللينث المشترك، الفرق اي اكس في اي واي. طب لو انا جيت اجيب اف واي هتكون ال واي اي واي اللي بتاعته والاي بتاعته والبي بتاع اكس، يعني ميو اي اكس على 2 باي دي. تعالى بص كده حقيقي هتلاقي ان ال ال هي ال ال، لان هم كده كده بنأثر بالطول المشترك، والاي واي في اي اكس هي اي اكس في اي واي، 2 تايمز 3 هي 3 تايمز 2، والمسافه ما بينهم واحده، فدايما اي ميوتوال فورس ما بين اي تو وايرز بتيكوال كام؟ 1، مش محتاجه تفكير. نيجي للسؤال ده بقى، هو سؤال من الاسئله المهمه، يقول لي 2 بارلل لونج ستريت وايرز ايتش اوف ذيم كاريز ايكوال كارنت، الديستنس ما بين التو وايرز انكريزد دبل. طيب ان اوردر تو مينتين ذا ماجنتيود اوف ميوتوال فورس از اوريجينال، يعني عايز ارجعها زي ما كانت، الكرنت ان ايتش واير يجرى له ايه؟ ايتش واير، تعال نكتب بس الفورس الاولانيه، الفورس الاولانيه بتساوي ال 1 اي 1 ميو اي 2 على 2 باي دي، ده الفورس اهي.
طيب هو قال كل واحد منهم عندهم ايكوال كارنت اي، فهنسمي ده اي ماشي، يعني مش مفيش داعي لاي 1 واي 2. هو قال يا حبيبي ان الديستنس زادت دبل، فيبقى اف ايكوال ال 1 او اي ال ما بينهم اي ميو اي على 2 باي الديستنس زادت دبل 2 دي. هو عاوز بقى يرجعها للاصل بتاعها، يعني عايز يرجعها زي دي. يبقى انا عايز اشيل الاثنين اللي تحت بان انا احط هنا كام؟ 2. لو حطيت هنا 2 تطير الاثنين دي مع الاثنين دي، صح؟ حلو. انا بقى احط هنا 2 ازاي؟ ركز بقى معايا، ال ميو اي اهي على 2 باي 2 دي. انا هدفي اشيل الاثنين عشان ترجع زي ما كان. حد يجي يقول لي ايه طب احط هنا 2 اخلي ده 2 اي؟ غلط، لان انا قلت لك عايز السلكين يتغيروا. طب انا ازاي اغير الكرنت في السلكين بحيث ان هو يدينا هنا 2 فتطير 2 مع 2؟ يتحط ده روت 2 ويتحط ده روت 2، فروت 2 في روت 2 يدينا 2. والله معلومه اساسيه دي. فكده يبقى مجموع الاثنين دول هيبقى 2، ده وده كده هيطلعوا 2 هيطير مع ال 2 اللي تحت ترجع زي الاوريجينال يبقى روت 2 اي. اما لو كان قال 1 اوف ذم بس كنا خدنا اي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان ذا اوبوزيت سيركت واير اكس واي كان عنده ريزيستنس ار وكرنت اي 1 ويتحط بارلل مع واير تاني اي بي عنده الكتريك كرنت اي 2، لما الكي يتقفل قيمه الميوتوال فورس ما بينهم ايه؟ اولا يا حبيبي الميوتوال فورس بتساوي، احنا عايزين الميوتوال فورس ايه اللي بتاع اي واحد ما بينهم اي اللي مثلا هنسميه 1 ميو اي 2 على 2 باي دي، اي حاجه من الاثنين كده كده الميوتوال فورس احنا لسه قايلين في السؤال اللي قبل ده بشويه انها ثابته. طيب انا دلوقتي لما اقفل الكي، لما اقفل الكي يا حبيبي احنا كنا قبل قفله او قبل ما نقفله يا باشمهندسه كان عندنا كده كده لو مشينا كده 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 ار واحده، لكن لما قفلناه اصبح عندنا 2 بارلل فاصبحت معانا ار اوفر 2، يعني التوتال ريزيستنس قلت من ار بقت ار اوفر 2، فمعنى كده ان التوتال كارنت ايه؟ هيزيد. طب ما هو لما يزيد التوتال كارنت اي 1 هنا مثلا هتزيد التوتال فورس، يبقى الاجابه انكريزز. تمام كده؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ موضوع بسيط قوي ولا محتاج الهكس ولا الرسمه ولا الكلام ده كله، بس محتاج مننا ان احنا نهدى وما نقعدش نتوتر من كل سؤال. تعال ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي يونيفورم ماجنتيك فيلد فلكس دينستي بي افكتس اون ا سيركلر كويل راديوس ار كارينج كارنت اي اند لينث اوف واير ال. طيب ذا ماكسيمم تورك، اولا لازم هنستنتج من هنا ان ده سيركلر كويل، فالاريا بتاعته مش هينفع تبقى بلينث في ويث، بقى الاريا بتاعته هتبقى باي ار سكوير. خلينا يعني واحده 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 كده عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. والكرنت بتاعنا يا ريس هيكون الاي واللينث ال عادي وماكسيمم تورك. فالماكسيمم تورك يا حبيبي بيساوي بي ان، هتقول لي ساين ثيتا، هقول لك هو اي الماكسيمم تورك. طيب ما تحط يا حبيبي البي زي ما هي وتحط لي الاي زي ما هي وتحط لي الاريا بقى باي ار اي سكوير، وهذا سيركلر كويل. تيجي تقول لي ده في نقطه ناقصه قوي الان. اجي اقول لك يا حبيبي ما انت خدت قانون بيقول ان الان بتساوي ال على 2 باي ار، ولو ما خدتوش اديني بقول لك عليه، طول الواير على 2 باي ار، فنشيل الان ونحط مكانها ال على 2 باي ار. اهدى بقى كده على نفسك يا حبيبي كده، طير لي الباي مع مين؟ مع الباي. حلو، وطير ار واحده من دي مع واحده من دي، هيبقى هنا هاف تحت اهي، حطينا هاف هي 1 اوفر 2، وهنا بي حطها وهنا اي حطها وهنا ار طارت مع السكوير فضلت ار وهنا ال، يبقى هاف بي اي ار ال هاف بي اي ال ار او ار ال، يبقى اجابه هتكون بي. بسيطه خالص خالص خالص، هي كل الفكره اللي عملها ان احنا عوضنا عن الاريا باي ار سكوير والان ال على 2 باي ار. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ان احنا عندنا سيركلر كويل اوف 160 تيرن عنده راديوس 1.9 سنتيمتر. طيب احنا سهله دي، ممكن نحول الريجيس بان احنا نضربه في 10 باور نيجاتيف 2. بيقول لي ذا كرنت ريزلتس ان ماجنتيك دايبول مومنت اوف كذا، يعني الراجل هنا كتر خيره مدينا الماجنتيك دايبول مومنت على بعضه اللي هو بيساوي اي اي ان. تمام. طيب هو عايز دلوقتي الكرنت، ماشي هنشوف دلوقتي، وماكسيمم ماجنتيود اوف تورك اللي بتمشي في الكويل، ومدينا الماجنتيك فلكس 35 ملي تسلا. ملي تسلا دي مش 35 بس، يبقى احنا عندنا البي بتساوي 35 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا حولناه، ومعانا الماجنتيك دايبول مومنت 2.3 امبير في متر سكوير، ومعانا الريجيس اللي هي 1.9 في 10 باور نيجاتيف 2 سنتيمتر، اسف كده بقت متر،
لان احنا حولناها ونقدر نجيب منها الاريا هتبقى باي ار سكوير 1.9 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 ده الار، هنعمل لها اور باور 2 نضربها في باي، تمام هتطلع معانا باليونت بتاعت المتر سكوير. طيب كلام جميل. في حاجة نسينا نبص تاني، نبص ان ال n ب 160، يبقى نقول ان ال n ب 160. انت عايز ايه يا ريس؟ انا عايز الكرنت. طيب ماشي يا ريس، ما هو يعني احنا عندنا الماجنتيك دايبول مومنت بيساوي ان اي اي ان، وانت يا حبيبي قلت لنا الماجنتيك دايبول مومنت ب 2.3، وانت عاوز الاي والاريا اهي باي اهي جبنا 22 على 7 ها r square 1.9 times 10 power negative 2 all power 2 and square وال n 160. هنطلع ناخد الرقم ده بعد ما يطلع ونروح مودينه هناك هنا بالايه بالديفايد، يطلع معانا قيمة ال i ب 12.67. اولا يعني خلاص كده السؤال تقريبا اتحل، يعني احنا هو مفيش واحدة ب 12.67 غير b، بس يعني خلينا نكمل بقى. هو عايز ايه بعد كده؟ عايز الايه؟ التورك. فالتورك تاو بيساوي بيان، البي تتحط ب 35 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 لان ملي تسلا، هنا 12.67، هنا الاريا اللي هي باي 22 على 7، ار سكوير اللي هي 1.9 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اول باور 2، ال ان 160 تطلع معانا التاو ب 0.0805 نيوتن تايمز متر، ودي ممكن تبقى وحده تانية ايه للجول زي ما احنا قلنا. يبقى عوضنا بالبي، عوضنا بالاي، عوضنا بالاريا، عوضنا بالان، هتطلع معانا اجابه رقم دي. تعال نخش على السؤال اللي بعده. ده سؤال جه بقى سنه 2017 في البوكليت، وسؤال من الاسئله الرائعه بقى بصراحه، وكان اول مره يجي في الامتحان بتاع 2017 دور تاني. بيقول لي the figure illustrates the side view of a rectangle coil that carries an electric current placed in a magnetic field and affected by a torque. طيب حلو، ده بتأثر بتورك. بيقول لي which of the following that makes the torque tau over 2. tau over 2 يعني half. طب انا بقى اسأل نفسي سؤال، هو امتى التورك يساوي half؟ هتقول لي لما نكون عند angle 30. طيب السؤال ده مش كفاية، عارف ليه؟ لان انت تعرف الانجل دي بين مين ومين؟ لا، تقول لي هو التورك ده dipole وفيلد، هو والداينامو الاثنين الوحيدين اللي في المنهج دايبول وفيلد. طيب هو بقى هنا مديك في الرسومات دي دايبول وفيلد؟ لا، ده بيقول لك which of the following coil positions. لازم تقرا السؤال كويس، يعني هو بيتكلم على الكويل بوزيشنز هنا، وانت الانجل دي بين دايبول وفيلد، فانت بتعمل ايه فيها عشان تتحول كويل وفيلد؟ تعمل 90 ماينس، فتبقى 90 ماينس 30 ايكوال 60. يعني لو قال لي دايبول وفيلد كنا خليتها 30، لكن هو قال ايه؟ عايز الكويل. طب ما انا القانون ده بيطلع منه دايبول وفيلد، فانا جبت الانجل انها ب 30 وعرفت انها بالدايبول وفيلد، لقيته بقى بيسالني على الكويل، فعملت 90 ماينس 30 ادينا 60، فنختار اجابه B. تعالى ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال ده كان موجود في امتحانات الترايلز 2018، وبيقول لي ذا جلفانومتر اوف ريزيستنس ار جي از كونكتد تو مالتبلاير 2 ار جي then it's converted to voltmeter for RV1. ماشي شكرا. الكيس التانية ان هو توصل بمالتبلاير 5RG فارى V2 تبقى كام؟ طب واحدة واحدة، تقول لي الحالة الأولى ان المالتبلاير equal V أيوة minus VG اللي هي IGRG على زي ما احنا كلنا عارفين IG. كلام جميل. هو قال لي في الحالة ده القانون الرئيسي، قال لي في الحالة الأولى الجلفانومتر RG والمالتبلاير 2RG، فاحنا نشيل المالتبلاير ونحط 2RG، وقال ارى في 1 ونشيل في 2 نحط في 1، ونشيل في جي نحط اي جي ار جي عادي ما فيهاش مشكله على اي جي. طيب ايه الطبيعي بعد كده؟ نروح طالعين دي فوق، يبقى 2 اي جي ار جي ايكوال في 1 ماينس اي جي ار جي. ممتاز جدا. هنروح جايبين بعد كده ده بالبوزيتيف، يبقى في 1 بيعادل 3 اي جي ار جي. طيب بنفس ذات المنطق هنعوض تاني، بس المرة دي في الكيس التانية اللي هي يكون 5RG، فنروح قايلين 5RG مكان ال RM، وقال هيقرا V2 يبقى V2 minus IGRG على IG. كلام جميل. تطلع دي فوق، بكرر نفس اللي انا عملته، يبقى 5RG IG حلو، V2 minus IGRG تروح دي بالبوزيتيف تبقى 6IGRG equal V2. اوبا كده V2 6 V1 3، يبقى V2 قد V1 كم مرة؟ مرتين، يبقى V2 equal 2V1، يبقى نختار إجابة رقم C. ندخل على الكويشن اللي بعده. الكويشن اللي بعده بيقول لي decreasing the galvanometer sensitivity means decreasing not.
decreasing galvanometer sensitivity بيؤدي إلى decreasing إيه؟ بص يا سيدي، يعني إيه sensitivity theta؟ تمام؟ ولا إيه؟ لأ، theta على I دي حضرتك بتساوي sensitivity. آه دي عشان تبقى عارف. دي بقى طب عملت theta على I لأنه قال galvanometer ما قالش أميتر، الأميتر ليه قانون تاني اللي هو IG على I، والفولتميتر بي جي على V. طيب حلو، بيقول لك decreasing sensitivity بيؤدي إلى decreasing إيه؟ طيب ما هو decreasing sensitivity ده معناها حاجتين، اما انا عملت ايه، زودت الكرنت، تمام حلو، لا اما انا غيرت في السكيل، وهو ما قالش ان احنا غيرنا في السكيل، يبقى انا زودت الكرنت. بس يا دكتور ده هو قايل ان الكرنت في الكويل ديكريزنج. لا انا بقول لك زودت الكرنت فما غيرش وجهة نظري. طب ايه بقى الفكره مكانها؟ ان انا اقلل التوتال ريزيستنس. ما هو انا يا حبيبي لو قللت الار توتال اكيد الاي توتال هيزيد، فلما يزيد السنسيفيتي تقل. انت بقى عمال تدور على حاجه بتلف وتدور، لا يبقى ديكريزنج توتال ريزيستنس، وكده جاوبنا الاجابه الصح. ندخلها اللي بعده، سؤال الاوميتر، وانا ليا وجهه نظر مختلفه فيه، اتفقنا ما بناخدش القوانين اللي هي المخترعه دي واحنا بنشتغل بايدينا. بيقول لي resistance to southern is connected to terminal of ometer، فالاوميتر deflected to half scale، يعني دي كده ار اكس اتوصلت، ما هو بيقول لي اتوصلت باوميتر يعني دي ار اكس، فخليته يقرا هاف اي ماكس. كلام جميل. ايه قيمه الريزيستنس اللي لو اتوصلت تخليه يروح كوارتر اي ماكس؟ موضوع بسيط قوي، حلينا في الار ديفايس، بنستخدم القانون ده دايما وده سهل. اي ماكس ار ديفايس اي ار دي بلس ار اكس، لان احنا عارفين ان انا لما بكون في اي ماكس ما بيكونش عندي غير الديفايس، ولما بنوصل اي اكسترنال ريزيستنس ان شاء الله لو فتفوته صغيره بتقلل الاي عن الاي ديفايس. ده القانون اللي نستخدمه. بص بقى بنعوض ازاي. يا سيدي نحط اي ماكس عشان ما نقعدش نحفظ قوانين، ونحط ار ديفايس مش معانا، الاي هنا قل هاف اي فروح حاطط هاف اي ماكس، واحط ار ديفايس، والمقاومه اللي وصلناها هو كاتب انها 2000. ما تستعجبش الموضوع هيبقى سهل دلوقتي، هنطير الاي ماكس مع الاي ماكس، تطلع ال2 فوق تبقى 2R device equal R device plus 2000، تيجي دي بالماينس 2R device minus R device، فتطلع معانا ان ال R device ب 2000 ohm. الموضوع ما انتهاش، ده هو عاوز كده جبنا ال R device، هو عاوز قيمة ال resistance اللي تتوصل فتقليه ال quarter. هنعمل نفس الكلام تاني، هنقول I max R device equal المرة دي بقى quarter I max، كلام ممتاز جدا، R device plus RX. حلو، هنطير IMAX مع IMAX، تطلع ال 4 فوق تبقى 4 R device equal R device plus RX، هتيجي بالماينس 3 R device equal RX، يبقى ال RX اللي هتتوصل 3 مرات قد ال device. طب ما ال device ب 2000، يبقى ال RX اللي هتتوصل 6000. بهدوء، وده القانون اللي في كتاب المدرسة حلينا بيه ومفيش أي مشكلة، نختار 6000. وانا قايل للطلبه بتوعي ان اعتى مسائل الاوميتر يعني اصعبها هنحله بتطبيق القانون ده كم مره، مرتين، المره الاولى عشان نجيب اي حاجه تخص الديفايس، المره الثانيه عشان نقدر ان احنا نحسب الار اللي هو طالبها، لانه ادانا 2 كيسز عند الهاف وعند الكوارتر، كده بنطبق مرتين، ادانا 1 كيس بنطبق مره واحده ونحل. تعالى ندخل على السؤال اللي بعده. تعالى بقى ناخد السؤال ده ونشوف هو الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. بيقول لي يا سيركلر كويل عنده 3 تيرنز، يبقى انا عندي النمبر اوف تيرنز ب 3 and radius 5 هنحوله. carrying electric current 1 امبير، الكلام جميل لحد دلوقتي، اتحط على distance 10 سنتيمتر، واضحه قدامي اهي انه اتحط على distance 10 سنتيمتر من straight wire شايل current i. عايز قيمه ال i اللي يخلي الماجنتيك فلكس عند السنتر بتاع اللوب بيساوي 0. بص يا حبيبي، اول ما اقول لك اخلي الماجنتيك فلكس عند السنتر بيساوي 0 بين حاجتين، او اخلي فيه كومبس هنا فالكومبس ما تتحركش او النيدل، او اخليها نيوترال بوينت، يبقى انت دايركت بدون تفكير يبقى هتساوي بي بتاعت الواير بي بتاعت الكويل. طب بي بتاعت الواير هتساوي ميو ان اي، ولا اسف ميو اي على 2 باي دي. كلام جميل. طب بي بتاع الكويل هتقول ميو ان اي على 2 ار. طب تعالى نعوض كده بهدوء شديد، الميو هتطير مع الميو لانهم في نفس الميديوم، والتو هتطير مع التو، ما فيهاش اي مشكله خالص. نحط الاي بتاع الواير وهي مش معانا، نكتب اي واير على باي اللي هي 22 على 7. الدي معانا لانها من هنا للسنتر يا حبيبي كام؟ 10 و5، لازم تشغل دماغك، يبقى 15 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 لانها لازم تتحول.
ننقل على الجنب التاني لان ب3 تيرنز. طب ده كلام جميل. الاي اللي ماشي هو ال 1 امبير، قال كارنج الكتريك كارنت عايده على الكويل، يعني هنا 1 على الار طبعا لان احنا طيرنا 2 مع 2 فتبقى 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. ده كله هيطلع برقم، هنطلع ده فوق يطلع معانا اي واير ب 28.26 امبير. ده كده فكره بسيطه جدا عن اللي احنا ايه قلناه اهيت. اهي طلعت معانا، حطينا الاي واير معانا، حطينا الباي، حطينا الديستنس اللي هي كانت 15 اللي هي موجوده هنا دي اهي 10 و5، وبعدين رحنا معوضين راح طالع معانا بالرقم ده عادي. طيب بعد كده هو عايز ايه بقى؟ تعالى ننزل نشوف هو عايز ايه. بعد كده بيقول لي لو عكسنا الكرنت يحجر ايه للبي توتال؟ ما هو احنا حبيبي الحاله الاولى بما ان هم بيكنسلوا بعض يبقى هم كانوا بالماينس، يعني دليل حتى لما اقول لك بي 1 ماينس بي 2 ايكوال 0 هيبقى بي 1 ايكوال بي 2، ده اللي احنا اشتغلناه ان احنا سوينا التو فيلدز مع بعض. لكن احنا بما ان احنا عكسناها هنعمل بي 1 بلس بي 2 يبقى بي واير بلس بي كويل. طيب نحلها ازاي؟ تقول لي بي واير ميو اي على 2 باي دي، وبي كويل ميو ان اي اوفر 2 ار. طيب نحط هنا 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 بيرميبيليتي الاير، الاي جبناها 28.26 ده للواير 2، ده 22 على 7 الدي 15 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي ال 15 جبناها منين؟ لحضرتك ال 15 لسه جايبينها منين؟ من الرسمه اللي احنا كنا شغالين عليها هنا. تمام حلو جدا. طيب تعالى نجمع عليه البي بتاع الكويل، البي ميو اللي هي 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، الان كان مديها لنا ب 3، الاي كان مديها لنا ب 1 امبير تمام فوق في المساله، على 2 ار، الار كان ب 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 تمام. تطلع معانا البي توتال ب 7.536 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. طيب تعالى بقى ننقل على الكويستشن اللي بعده. الكويستشن اللي بعده بيقول لي ايه بقى؟ بص كده الكويستشن اللي بعده بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر احسب الماجنتيك فلكس دينستي عند بوينت او. طيب هو بوينت او بتتاثر بايه؟ بتتاثر ب ده كده الجزء ده كده اللي هو الفيد بتاع السيركل الكويل، ودي تقريبا بالنسبه لي كوارتر تيرن يعني انا عندي ربع لف، وبالستريت واير اللي موجود هنا، وبعدين هنشوف هنحسبها ازاي. تعال الاول نمشي تاتا تاتا نجيب البي بتاع الواير. هتقول لي البي بتاع الواير بي ايكوال ميو اي على 2 باي دي، بهدوء بدون ما تتعصب نفسك وبدون ما تتخض من شكل المساله. الميو 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، وهو قال لي الباي ب 3.14. حلو يبقى نلتزم عشان الابروكسيميشنز. الاي ب 5 اهي معانا مظبوطه، ال 2 تنزل معانا، الباي اللي هي 3.14 الراجل قال لي عليها، دي المسافة من هنا لحد نقطة O 20 سنتيمتر هنحولها. طيب ده كده كلام جميل، جبنا البي بتاع الواير. نجيب بقى بي بتاع الكويل. بي بتاع الكويل هيقول لي ميو ان اي اوفر 2 ار. طيب واحدة واحدة يبقى 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، الان هو هنا واضح ان هي دي شايفها قد ايه كوارتر، يبقى ده كوارتر سايكل. الاي هو كاتب 12 الراجل، اكتب 12 و2 ار الريديوس 20 يبقى 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. اصبح معانا البي بتاع الواير هيطلع برقم هنا، واصبح معانا بتاع البي بتاع الكويل هيطلع برقم. هي مشكلتي بقى الرئيسيه اعمل لهم ماينس ولا بلس. طب نحكم على دي ازاي؟ بص بقى نعمل ايه، هنجيب اتجاهات الدايركشن بتاع الفيلد. بص الكهرباء هنا طالعه فوق ده، فهنعمله امبير رايت هاند رول بايديا زي ما انت شايف، طالعه من الناحيه دي اوت، مش مشكله الناحيه دي، المهم الناحيه اللي عند الكويل، فهيبقى من هنا اوت يبقى من الناحيه الثانيه انتو، يبقى ده الواير. تعالى لي بقى هنا لده كده كانه ده سيركل الكويل اهوت، كانه هيكمل ستريت، لان انا لما بيكون حته من سيركل الكويل بتعاملها كانها تينجنت او كانها مكمله ستريت. فنيجي عند الحته دي كده اللي هي من الواير دي، نعمل ايدينا كده اللي هي كانها طالعه اوت، اوبا يعني ده بيعمل اوت وده بيعمل انتو تمام. فبالتالي او لو انت عايز تقول ان ده انتي كلوك وايز فيعمل نورث يعني اوت، وده انتو الاثنين واحد، فبالتالي الفيلدز اوبوزيت. فلما تبقى الفيلدز اوبوزيت يبقى نعمل ماينس خلاص، فنعمل الكبير ناقص الصغير تطلع معانا الاجابه، يعني هنعمل 2 فيلدز ماينس بعد 4.4 تايمز 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. وصلت الفكره ازاي؟ تعالى ننقل على الكويستشن اللي بعده. هنيجي للكويستشن ده بقى، ويعني ما اعرفش بقى في بعض الناس بتتخض من الشكل والله، مش اكتر،
ولا اقل يعني، تخضم للشكل. لكن لو هو فكر بعقل شويه يلاقي ان هو صعب الامور على الفاضي يعني. ليه؟ بص بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر ا واير ان شيب اوف هافرنج، ايه المشكله؟ ومدينا الريديوس بتاعتها هنحولها نضرب في 10 بار نيجاتيف 2. قال لي كونكتد تو ان سيريس، الراجل قايل ان سيريس اهوت مع ريزيستنس ثانيه 3.72، واضحه عندك في الرسمه ما فيهاش مشكله. وايرز اوف نيجليجبل ريزيستنس، وادانا سورس اي ام اف ب 24 فولتس. هو مش كاتبها هنا بس كاتبها فوق في المساله. اند انترنال ريزيستنس الار بتاعتها ب 2 اوم. طيب الراجل مدينا كمان انترنال ريزيستنس. انت طبعا عمال تفكر يعني داخل انترنال بشابتر 2 بقى اهدى وفكر. انكلوزنج كي توتال ماجنتيك فلكس عند السنتر كان كذا. لما قفلنا الكي ده التوتال فلكس هنا عند السنتر كان كذا. بس يا حبيبي من الواضح ان كل دول متوصلين سيريس. يعني حقيقي الكرنت اللي هيمشي هنا هو اللي هيمشي هنا، هو اللي هيمشي في نص الحلقه دي هو اللي هيمشي هنا، هو اللي هيمشي هنا. فمش محتاجه هبد. اما تيجي تقول لي عايز الكرنت في السيركت فما فيهاش مشكله، ما انا معايا البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار تعويض مباشر. البي بكام؟ اديها لنا ب 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. البرميابيلتي 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. الان حضرتك شايف دي قد ايه؟ نص لفه. الاي مش معانا، 2 ار الار بكام؟ الراديوس ب 3.14 سنتيمتر اهي. هنحولها، هنروح جايبين الرقم ده كده وبعدين مودينه بالديفايد او نعمل كروس مالتيبليكيشن، ده يطلع وده ينزل، هيطلع معانا الاي ب 2.4 امبير. هيجي طالب يقول لي اشمعنى اشتغلت على الكويل وسبت الباقي؟ ما هو حقيقي انت مش بتفكر في النظري. انا قايل لك ان هما سيريس، يعني لو جبت الكرنت من هنا هو اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا، الكلام ده لو بارلل. وطالب تاني هبيجي يقول لي طب لو بارلل مش هتيجي مساله بالشكل ده، هيبقى ليها جيفن تاني. فبطل وانت قاعد بتحل المساله تهبد اوريدي. اصلا انا اسف اللفظ، انت مش فاهم المساله دي بتقول ايه، فانت ازاي بتزود عليها هبد تاني اللي هو طب لو جالي لو جالي لو جالي. ما انا اسف، نحل المساله دي الاول، نعرف فكرتها الاول، نشوف امورها ماشيه ازاي، وبعدين حقيقي لما يجي لك هيغير المساله. مش معقولة يعني هيجيب لك نفس الجيفن على مسألة شكل تاني، ده مش منطقي خالص. بس ده ما بينوبكش منه غير ان انت بتلخبط او بتلخبطي نفسك على الفاضي من غير اي ستي لازمة. تمام؟ طيب تعالى نجيب الريزيستنس بتاعت الرينج بتاع الواير. طب بص يا سيدي، احنا دلوقتي معانا اي توتال، هل انت معاك الار ايكوفالنت بتاع السيركت؟ لا. هتقول لي ما هو في قانون بيقول ان الفي بي بتساوي اي توتال في ار ايكوفالنت بلس انترنال، او اي لو انت مش عارف القانون ده، اي بتساوي في بي على ار ايكوفالنت بلس انترنال، الاثنين واحد يعني. الناس اللي متفاجئة مبروك، تمام؟ لكن هما الاثنين واحد. ده ب 24 حضرتك، الاي 2.4 لان السيركت سيريس، ار ايكوفالنت مش معانا، انترنال ب 2. ممتاز. نعمل ايه بقى؟ نروح مودين ده بالديفايد، هيطلع 10 ايكوال ار ايكوفالنت بلس 2. هنودي دي بالماينس، تطلع ار ايكوفالنت ايكوال 8 اومز. طيب ال 8 اومز دي شامله ايه؟ شامله الار دي، احنا الانترنال خلصنا منها هنا، تمام؟ وشامله الرينج، يبقى ار بلس ار بتاعت الهاف رينج. كلام جميل. ار الار ايكوفالنت 8 ودي 3.72، والار بتاعت الهاف رينج مش معانا. هل نقدر نجيبها؟ اه طبعا، هتبقى الار بتاعت الهاف رينج اللي احنا معانا دي بتساوي 4.28 اوم. حلو، ده كده الجزء اللي احنا عايزينه، كده جبنا الريزيستنس بتاعت الرينج. طيب عايز ايه هو تاني؟ عايز الريزيستيفيتي بتاعت الرينج لواير، الرينج واير يعني السلك معموله منه، الراديوس بتاعه بالرقم ده. فده ممكن نجيب منه الكروس سكشن اريا بتاعت الواير. تعال نشوف ازاي نجيب الريزيستيفيتي. الريزيستيفيتي هتساوي ار في اي على ال. الار يا حبيبي جبناها 4.28 اريا باي ار سكوير، وهو لسه مدينا الراديوس بتاع السلك اهو كروس سكشن بتاعته، يعني هتبقى باي 0.1 في 10 باور نيجاتيف 2، ده كده بعد التحويل اول باور 2 عشان سكوير. ال ال بقى مش معانا، ال ال نجيبها ازاي؟ ما احنا في قانون للسيركل ريكويل بيقول ان ال ايكوال ان في 2 باي ار، وال ان هنا هاف، وال 2 باي معانا، والار معانا 3.14 بتاع الكويل. طب ليه هنا خدنا الراديوس بتاع الواير، وليه هنا خدنا الراديوس بتاع الكويل اللي هو ده؟
يعني ليه في قانون ال L بتساوي N في 2 باي R بحسب الريديوس بتاع الكويل؟ لأن أنا هنا بتكلم على السيركمفرنس بتاع السيركل، وبشوف السلك فردته كام أو عمل كام دايرة، فهنا لازم دي تكون في القانون ده R بتاع الكويل. أما هنا أنا بتكلم على الريزستيفيتي بتاع خامة السلك اللي أنا عملت منه، فده بعمله على كروس سكشن أريا، يعني وليكن إن أنا عملت الدايرة على شكل كده، فأنا ده ما يهمنيش، أنا بشتغل على كروس سكشن أريا اللي هي الحتة دي كده، فهي دي اللي اداهاني هنا. تمام، وصلت جدا كده. فناخد ال L نعوض بيه هنا، أصبح معانا كل حاجة، وبعدين تطلع معانا الريزستيفيتي ب 1.344 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 زي ما احنا عارفين. تعالى ندخل على الكويشن اللي بعده. معايا نشوف الكويشن اللي بعده، بيقول لي ان ذا سيركت شون ان ذا فيجر ذا باتري اوف نيجليجبل انترنال ريزيستنس اند ذا نمبر اوف تيرنز بير يونت لينث. يبقى ده كده يا حبيبي ان سمول، لانه قال نمبر اوف تيرنز مش ان بس، قال بير يونت لينث، فلما تبقى بير يونت لينث يبقى ان سمول، والريزيستنس ب 30 احسب. طبعا هو بيتكلم على سولونويد، احسب الفلكس دينستي along its axis of solenoid، يعني معنى كده ان السولونويد عنده مقاومة 30 وعنده n small ب 150 turns per meter. طيب نشتغل ازاي؟ بص يا حبيبي، اول نقطة عايز اكد لك عليها، تعال نفك كده واحدة واحدة السيركت دي ودي ودي parallel، فنقول 1 over 9 plus 1 over 6 plus 1 over 10 يطلع 1 over 3. اوعى تقول لي ان resistance 1 over 3، ده كده 1 over resistance، فنجيب الريسيبروكال بتاعه يبقى 3، يبقى الجنب ده كل الجنب ده كده بقى كأنه فيه 3. يعني لو قعدنا رسم السيركت كده، وده كده فيه كويل 30 اومز، وهنا كأن فيه ريزيستنس 15 اوم، وكأن هنا فيه 3 اوم، اصبحت كده ايه اسهل، وهنا فيه 39 فولتس. طيب ما هو ايه الحل التاني بقى؟ ان انا اخد دي ودي بارلل، صح ولا غلطان؟ فخدنا ال 15 مع ال 30 بارلل بقت 10، وبعدين ال 10 اللي طلعت اخدها مع ال 3 سيريس يبقى 13، يبقى كان دي كده اتاخدوا بارلل فاصبحوا ان هم 10. شوف بنرسم كل خطوه الامور بتبقى لذيذه ولطيفه خالص، اصبح مع ال 3 سيريس وكان في هنا 39 فولتس. طب ده كلام رائع، نعمل ايه بقى؟ كده جبنا ار ايكوفلنت، نجيب اي توتال في بي على ار بلس ار. طيب فاحنا معانا الفي بي ب 39 ومعانا الار ب 13 اللي احنا جبناها، ومعانا الانترنال مش موجوده تمام ب 0، فالاي توتال طلعت 3. كلام جميل. طيب كده جبنا الاي توتال اللي هي ب 3، يعني انا ماشي هنا كده 3 امبير. هل هو عاوز الماجنتيك فلكس دينستي في السولونويد؟ يعني انا عايز اجيب الاي اللي ماشيه في السولونويد. اجيبها ازاي؟ بص يا سيدي، انت دلوقتي السولونويد الريزيستنس بتاعته اتلمت مع ال 15 بقت في ال 10، فايه رايك نجيب 3 تايمز 10 يدينا 30 فولتس؟ وبعد ما نجيب 30 فولتس ايه رايك نقسم 30 اوفر اهي 30 اهي اوفر 10 يدينا 3، صح؟ يبقى هنا جبنا 34. ال 10 دي بقى اصلها ايه؟ اصلها 15 و30 بارلل، يبقى الفولت عليهم ثابت، يبقى ده 30 فولت وده 30 فولتس. طب ما نقسم 30 على 30 يدينا الاي بتاع السولونويد ب 1 امبير. طلع الاي ب 1 امبير، هنقول ميو ان اي على ال، بس ده لو هي نمبر اوف تيرنز ولينث لوحدها، لكن هو مدينا ايه؟ ان سمول اللي هي مكان ان على ال. البرميبيليتي معانا، الان سمول معانا، والاي ب 1 تطلع معانا البي ما فيهاش اي مشكله. ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي 3 لونج بارلل وايرز كارينج كارنت اي 1 بيساوي اي 2 بيساوي اي 3 بيساوي 3 امبير، كلهم كل واحد 3 امبير. In direction shown in the figure, the wires all lie in one plane. What is the magnitude and direction of magnetic field at point B? B اهي. على بعد half meter من ده. وهنا مدينا متر وهنا مدينا 1.5 متر. ده الشكل التاني. طيب انا عشان اجيب ال B عند نقطة B دي نعمل ايه؟ ركز كده معايا الله يكرمك واحدة واحدة كده. انا دلوقتي مش عايز force. انا عايز magnetic flux عند النقطة B. فتقول لي تعالى ايه رايك نجيب تاثير السلك الاول عليها؟ اقول لك والله فكره. فتاثير الواير الاولاني عليها اللي هو بي 1 بيساوي ميو اي 1 على 2 باي دي. طيب بيساوي الميو 4 باي في 10 باور نيجاتيف 7، الاي 1 ب 3 على 2 باي اهيت الدي نص متر. كده ده تاثير الاولاني عليها. تعالى نجيب قيمته كام؟ قيمته هتبقى 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7
هنضربها في 3 اللي هي الاي على 2 باي في هاف، تطلع 1.2 في 10 باور نيجاتيف 6 تسلا. كده جبنا احنا بي 1. طيب تعالى نجيب بي 2 بقى. بي 2 ده السلك اهو تاني، فتعالى نجيب تأثير السلك التاني على النقطة، برضه بيساوي ميو اي 2 على 2 باي دي. طيب ميو 4 باي في 10 باور نيجاتيف 7 والاي ب 3 2 باي معانا، الديستنس بكام بقى يا حبيبي؟ دي كلها 1.5 ودي كلها 0.5، يبقى دي كلها كام؟ 1. يبقى الديستنس هنا ب 1 متر اهي، يبقى 1 متر نحسبها، تطلع معانا 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تسلا. تعالى بقى نجيب بي 3. بي 3 اهي بتساوي ميو اي 3 على 2 باي دي، يبقى 4 باي في 10 باور نيجاتيف 3 7 تايمز اي 3 ب 3 على 2 باي دي. الدي كام بقى؟ انا من هنا لحد النقطه الحته دي متر، والحته دي متر، اهو ده كده متر وده كده متر لحد النقطه، يبقى كلها 2 متر، يبقى 2 مترز. تعال نشوف بقى كام، تطلع 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تسلا. تمام كده بقى معايا 3 فيلدز بي 1 وبي 2 وبي 3. طيب عايز اعرف التوتال فيلد، هو انا كده ما جبتش الفيلد؟ لا انا جبت الفيلد بتاع كل سلك على حدة على النقطه بي، لكن انا ما جبتش التوتال فيلد، انا جبت تاثير واحد على النقطه بي وتاثير اتنين على النقطه بي وتاثير تلاته على النقطه بي، انا عايز البي توتال. طب اجيبها ازاي واعرف منين اذا كان بلس ولا ماينس؟ هو انت حضرتك مش معاك امبير رايت هاند رول؟ مش ايدك فيك وتقدر تجيب امبير رايت هاند رول؟ اعكس كده ونشوف. احنا عايزين نجيب التاثير على نقطه بي، فخليني اعمل ايدي الكهرباء طالعه كده، فنشوف ايدينا كده طالعه من هنا اوت، يبقى من الناحيه الثانيه انتو، يبقى هنا ده بتاع بي 1 انتو على النقطه. تعالى هنا هتبص تلاقي من هنا اهو الكهرباء كده نازله، تمام، هتلاقي من الجنب ده اوت ومن الجنب الثاني انتو، يبقى برضو بي 2 انتو. تعالى هنا للتالت اهو، التالت سلك التالت اهو، هتلاقي من هنا اوت اهي طالعه اوت، صح مظبوط، لان الكهرباء هنا طالعه فوق، يبقى من هنا اوت، الجنب ده اوت والجنب ده انتو، انا يهمني ان البي في الجنب ده، يبقى هنا اوت، ده بي 3. يبقى انا بمنتهى البساطه ايه؟ هجمع الاثنين دول وماينصهم من ده، هي دي كل الفكره. بس كده عرفت منين من امبير رايت هاند رول، يبقى بي توتال بتساوي بي 1 بلس بي 2 ماينس بي 3، يبقى 1.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 ادي بي 1 جبناها، بلس 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 ادي بي 2، ماينس 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 7، هتطلع معانا الاجابه 1.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 6، طبعا اتجاهها انتو بيج، لان هما الاثنين الاكبر ايه منها، دول مجموعهم اكبر من الثالثه، يبقى انتو ذا بيج. طيب كلام جميل جدا. عايز الماجنتيود والدايركشن بتاع التوتال فورس على الواير 3. الواير 3 اللي هو ده لما اللينث يبقى 1 متر، كلام جميل قوي. طيب ما هو التوتال فورس دي بتساوي كل ده كده، احنا في ايه؟ التوتال فورس بقى بتساوي ايه؟ معايا كده واحده واحده، فورس على 3 بتساوي ال بتاع 3 ودي معانا، واي بتاع 3 ودي معانا، والبي توتال بتاع 1 و2. بس احنا كده مضطرين نحسب بي توتال بتاعت 1 و2 مره كمان، ليه بقى؟ لان النقطه اتغيرت، لان انا هجيب تاثير 1 على 3 وتاثير 2 على 3. طب هما الاثنين اولا خلي بالك كده اوبوزيت دايركشن، يبقى جواهم بلس وبراهم ماينس، يبقى الباشا ده في منطقه الماينس، تمام كده، ده في منطقه الماينس، يبقى هعملهم ماينس بعض. الفكره بقى ان انا حد هياخد بي 1 اللي انا جبتها وبي 2 اللي انا جبتها غلطان، لان بي 1 وبي 2 محسوبه على النقطه اللي هي على بعد نص متر من 1 ومتر من 2 و2 متر من 3، لكن انا دلوقتي عايز احسب تاثير 1 على ده وتاثير 2 على ده، يبقى المسافه هنا تتغير تبقى متر، والمسافه هنا هتبقى تتغير تبقى مترين ونص، يبقى هنحسب من اول وجديد بي 1 اللي هي 4 باي في 10 باور نيجاتيف 7 تايمز اي اللي هي ب 3 على 2 باي دي. تعالى بقى دي هي اللي هتختلف هنا بقى، لان تاثير 1 على 3 المسافه دي كلها 2.5 متر، كلام جميل، هيطلع معانا برقم. وبعدين حضرتك نروح جايبين بي 2 اللي هي تبقى 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 في الاي بي 3 على 2 باي دي، بص السلك الثاني تاثيره على ده فرق متر، يبقى هيكون 2 باي والديستنس بمتر. طيب هما دلوقتي اللي كانوا الاثنين في منطقة ايه؟ ماينس، فهنعمل الكبير ناقص الصغير اللي يطلع من هنا، ويبقى معانا بي توتال بتاع 1 و 2، تمام كده؟ كويس؟ ونروح معوضين في ال والاي والبي توتال، تطلع معانا الفورس
تمام بالرقم دوت. طيب عايزين اتجاه الفورس داون وورد ولا ابورد؟ تعال اقول لك بقى تيجي ازاي اتجاه الفورس دي. بص كده معايا، انا دلوقتي عندي الكرنت ماشي كده، وهنا تعال نبص على الفيلد. لو جينا عملنا، احنا قلنا لو جينا بقى نأثر على السلك ده كده، احنا لازم نجيب الفيلد. هنعمل ايدينا كده، يبقى من هنا اوت ومن هادي انتو، يعني هنا بنأثر عليه بي 1 بيبقى انتو، وتعالى عند بي 2 معمول كده، فهنعمل ايدينا كده يبقى من ناحيه دي اوت. كلام جميل، يعني هو بيتعرض لانتو اوت. طب اسمع كلام مين، بي 1 ولا بي 2؟ بنسمع كلام الاقوى. الاقوى مين؟ بص يا سيدي، بي 1 اصلا نفس الكرنت وبي 2 نفس الكرنت، بس بي 1 على بعد 2.5 متر، لكن بي 2 على بعد متر، يبقى بي 2 هو الاقوى. تمام، يبقى حتى احنا هنا لما نيجي نجيب البي توتال هنا هنعمل بي 2 ماينس بي 1 اللي احنا جبناهم هنا، والاي معانا تمام ب 3 والال معانا هو قلب متر. طيب يبقى احنا هنسمع كلام الاقوى، يبقى ده بيتعرض لاوت. طيب ده كده اوت الفيلد، والكهرباء ماشيه كده، هنطبق فليمنج ليفت هاند رول. طيب الفيلد اوت، يبقى تحط كوعك هو اللي طالع بره الورقه كده. كلام جميل، والكرنت ماشي ازاي؟ ماشي كده. يبقى تحط كوعك كده والكرنت ماشي كده اهي. خدت بالك الفيلد الصباع اللي داخل على الكاميرا ده كده هو ده الاوت، هو ده كلمه اوت، والكرنت ماشي يمين، يبقى القوه اهي زي ما انت شايف مشاوره ايه داون وورد. لو عملنا كده اهي، يبقى القوه هتلاقيه ادي اهو اوت، والكرنت يمين، يبقى صباعي الكبير مشاور داون وورد، يبقى هيبقى اتجاه الفورس ماله داون وورد. تمام، تعالى ننقل على الكويستشن اللي بعده. الكويستشن اللي بعده بيقول لي 50 اوم ريزيستنس جلفانومتر. يبقى دي حبيبي قبل ما نبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، دي ار جي. الجلفانومتر عنده 25 ديفيجنز، يبقى دي عدد الديفيجنز اللي موجوده. طيب وان سايد اون وان سايد اوف اتس سكيل، هو السكيل بتاعه واحد. اون سندنج كرنت 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 ان ات، يعني بعتنا كرنت فيه بالشكل ده كده، فانحرف 1 ديفيجن. طب ما هو اخره 25 ديفيجن، يبقى ده مش اي جي، لان اي جي اعلى حاجه للسكيل. عايزين الريزيستنس اللي تتوصل بيه تخليه يقيس بوتنشال ديفرنس كذا، يبقى ده في، وعايز الريزيستنس يبقى هو عايز الملتبلاير. هيجي واحد يقول لي قانون الملتبلاير بيساوي ار ام بتساوي في ماينس في جي على اي جي، وخلي بالك ان الفي جي ده بيبقى اي جي في ار جي. هيلاقي معانا الفي ومعانا الار جي بس مش معانا الاي جي، هي دي مشكله. هيجي بقى يستفيد من الجمله يقول لك ايه، ما هو انت بص ركز في القرايه، انا قلت لك ان هو ارى 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 لما كان 1 ديفيجن. طيب ما هو متقسم 25 ديفيجنز، يبقى اخره يقرا كام، ونعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ده في ده على ده، فيطلع معانا الاي جي ب 0.01 امبير. يبقى احنا كده جبنا الاي جي، ما انا ده اديتك ديفيجن وقلت لك هو بيقرا في الشرطه الواحده كذا، يبقى هو ده مش الاي جي، الاي جي اعلى حاجه يقراها الجلفانومتر. بعدين تيجي مشكورا بقى تعوض حضرتك، تقول لي ار ام ايكوال الفي 2.5 ماينس اي جي اللي هي 0.01 في الار جي 50 كنا كاتبينها فوق، على اي جي اللي هي 0.01. تطلع الاجابه يا حبيبي 200 اومز، وهتيجي تقول لي متوصل سيريس ولا بارلل؟ طبعا ده سيريس عشان عايزين نحول الجلفانومتر الى فولتاميتر. طيب السؤال اللي بعده لك، احسب قيمه الشنط اللي تقلل السنسيتيفيتي بتاعته ل 1/3. طيب حبيبي السنسيتيفيتي قلت 1/3 يعني ايه؟ السنسيتيفيتي دي قانونها اي جي على اي، فقلت 1/3 يعني اصبحت 1 على 3، يبقى معنى كده كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاي ايكوال 3 اي جي. ودايما يا حبيبي لو انت عملتها غلط هتلاقي ان الاي اكبر، لو انت عملت مثلا كده الاي اهي واضح انها اكبر من الاي جي، كده احنا صح، لان دايما الاي اكبر من الاي جي. اما لو انت كنت اتلخبطت وعملت ان الاي جي بيساوي 3 اي، على طول تفوق نفسك وترجع تعيد المساله، لان استحاله الاي جي يبقى اكبر من الاي، لان انا عايز احول الجلفانومتر الى اميتر يقرا كرنت اعلى، فازاي انت الاي يبقى 3 اي جي، 3 الاي جي يساوي 3 اي، هيبقى غلط، فلازما هيبقى الاي بيساوي 3 اي جي. يبقى انت دلوقتي اي جي على اي 1 اوفر 3 لو قال لك سنسيتيفيتي. تقول لي بقى ار اس بتساوي اي جي ار جي على اي ماينس اي جي، هنحط اي جي ونحط ار جي والاي تتشال وتتحط مكانها 3 اي جي ماينس اي جي. طيب يبقى اي جي ار جي اهي زي ما هي اوفر 2 اي جي، لان 3 اي جي ماينس اي جي يبقى 2 اي جي، تطير دي مع دي
تساوي كام حضرتك؟ RG over 2. طب ما الRG ده حضرتك كان قايل انه 50، خلاص على 2 يبقى كام؟ 25 اوم. طبعا دي هتتوصل ايه حضرتك؟ هتتوصل بارلل. تعال ندخل على السؤال اللي بعده. طيب تعال نشوف السؤال ده ونشوف هنعرف نحله ازاي. بيقول لك when connecting a galvanometer G of coil resistance 200 ohm، يعني دي حضرتك كده RG. Electric circuit consists of two resistors each of them is 100 ohm، وبطارية negligible internal resistance زي ما هي متوضحة. لو البوينتر بتاع الجلفانومتر بينحرف للفول سكيل يعني بيقرا اي جي، لو عرفت ان البوتنشال ديفرنس ما بين تو بوينتس اي بي 1 فولت، يعني هنا البوتنشال ديفرنس هنا كاننا موصلين فولتميتر ب 1 فولت. حلو، احسب الماكسيمم ريدنج بتاع الجلفانومتر سكيل. ماكسيمم ريدنج ده يعني هو اللي هنا، وده كده واضح ان هو ده بيتقسم الكرنت وبيرجع اتلم، يعني هنا ده يعتبر اي توتال، يعني هو الاي جي. فانا عايز اجيب اي توتال. طب انا اجيب اي توتال ازاي؟ ايه رايك نلم المقاومتين دول بارلل؟ اه تصدق فكره. فلو لميناهم بارلل هيبقى 100 اوفر 2 هتساوي 50 اوم. دي كده ار ايكوفالنت للجنب ده كده. حلو، يبقى احنا كده جبنا ار ايكوفالنت للجزئيه دي، يبقى ده كده ار ايكوفالنت 50 اوم. ويبقى شكل السيركت الرئيسي عندك بعد كده كان يا حبيبي هنا في 50 اوم، وده الجلفانومتر بتاعنا تمام، ودي كانها 50 اوم اهي. وخلي بالك ان احنا لسه قايلين عليها من الفولت بواحد فولت. هيجي واحد يقول لي ازاي ثبتت الفولت اي بي؟ يا حبيبي ما هما الاثنين دول بارلل، والفولت في البارلل ثابت، فيبقى لو الفولت هنا هو هنا هو على الايكوفالنت بتاعته. فيبقى معنى كده نقدر نجيب اي توتال بمنتهى البساطه اللي هو بيساوي اي جي زي ما احنا اتفقنا، في على ار عادي جدا يدينا 1 على 50 ايكوال 0.02. يبقى كده جبنا اي جي، ده المطلوب الاول بمنتهى البساطه. طب هو لو عايز يا حبيبي الفي بي؟ طيب يا حبيبي ما هو الفي بي بيساوي اي توتال في ار ايكوفالنت بلس انترنال. طيب اي توتال يا حبيبي 0.02، ار ايكوفالنت بكام؟ هدي 50. هو الجلفانومتر ده عنده مقاومه؟ اه كان قايل فوق انه عنده 200 اوم، وارجع للمساله تاني لسه قاريينها. يبقى كاني معايا 200 بلس 50 والانترنال هو ان نيجليجبل تمام. اهي شايف الار بتاع الجلفانومتر اهي، وهنا قال ان هو نيجليجبل يعني زيرو، يعني 0.02 في 250 تمام، هتطلع معانا الاجابه 5 فولتس. ده كده الفي بي بعد ما نضربها في الاي. بيقول لك بقى لو احنا عايزين نقيس كارنت ماكسيمم 1 امبير، ايه قيمه الشنط اللي نوصلها؟ اصبحت مساله مباشره جدا. يبقى الشنط ايكوال اي جي ار جي على اي ماينس اي جي، فهتساوي اي جي بكام حضرتك؟ تمام، احنا لسه جايبينها فوق اللي هي الاي توتال 0.02 ار جي اللي هي كانت 200 على اي اللي هي 1 امبير ماينس 0.02، تطلع معانا 4.08 اوم. مساله مباشره يا جماعه، ارجوك يا جماعه نشغل دماغنا شويه وما نقعدش كل سؤال نشوفه نصيح ونقول ان انا مش عارف اعمل ومش عارف اسوي. ارجوك ركز ركز، هتعرف تحل المساله والسؤال بمنتهى الهدوء. تعال ندخل على الكويس اللي بعده. بيقول لي a sensitive galvanometer of coil resistance 490 ohm whose pointer deflects to full scale الكرنت بتاعه كذا، يبقى ده كده اي جي. قال لك بيعدي في الكويل، عشان دي حلينا زيها بالنص، شنط ريزيستنس ار اس تمام. دي في حلينا زيها في الترم الاول. connected to galvanometer coil، عايزين نوصله الى اميتر. احسب الماكسيمم كرنت انتنستي ميجرد باي اميتر، فهنقول له حبيبي يبقى الار اس بتساوي RG على I minus IG. طيب بص يا حبيبي كده IG 0.002، RG حبيبي هيكون اللي هو 490، هو ده اللي قال عليه، على I اللي هي عايز هو ايه يحسب الماكسيمم كرنت انتنسيتي، كلام جميل. I minus IG اللي هي 0.02. طب والشنط بكام؟ كان قال ان الشنط ب 10، هيساوي 10. يبقى اصبح معانا الجنب ده كده. طيب هنطلع ده فوق كده حضرتك، يبقى 0.002 في 490 ايكوال تمام. ممكن نطلع ده وننزل ال 10 مكانه، يبقى اوفر 10 ايكوال اي ماينس 0.002، ده اللي عندنا اهو، نزلنا ال 10 وطلعنا ده. ده هيطلع برقم، بعد كده نودي ده عليه بالبلس، يطلع الاي يا حبيبي معانا ب 0.1 امبير. طيب كلام جميل. عايز بص بص بص، السؤال ده بقى فيه صياعه، ازاي احوله الى فولتميتر؟ فانت هتقول لي هاخد الجلفانومتر القديم. يا حبيبي انت مركزتش في السؤال، بيقول لك ازاي تحول الاميتر ده؟ ايه ده يعني انت عايز تحول الاميتر لفولتميتر؟
اه في فرق بين كلمه ازاي احول الجلفانومتر لفولتاميتر، كنت عوضت بالار جي زي ما هي والاي جي زي ما هي، لكن هو عايز يحول الاميتر فهنعتبره، هنعتبره ايه بقى؟ ركز كده معايا، هنعتبره ده عندنا كده جلفانومتر جديد، هنعتبره جلفانومتر جديد عندنا ونبدأ نشتغل على الاساس ده. طب انا عشان اعتبره جلفانومتر جديد هعمل ايه؟ هروح قايل ان انا يبقى عندي ار جي نيو اللي هي الار ايكوفالنت الجديده هتساوي ار الشنط، ما هو الاميتر عباره عن، مش ده اميتر، هنعتبره جلفانومتر جديد، الاميتر ده بيبقى متوصل عباره عن ار اس مع ار جي الاثنين بارلل، فيبقى ار اس في ار جي القديمه على ار اس بلس ار جي الجديده، ار اس ب 10 في ار جي 490 على ار اس اللي هي 10 بلس 490، هتطلع معانا الار جي الجديده. طب نحسبها، تمام، هتطلع معانا 9.8 اوم، يبقى كده دي كده الار جي الجديده، كلام جميل. عايز نجيب بقى الاي توتال الجديده بقى، هتبقى هي الاي توتال اللي احنا كنا جايبينها ان هي بأوبنت 1، هتبقى هي دي الاي جي الجديده، ما دي اقصى قرايه هيقراها الاميتر، يبقى اعتبرنا جيفن الاميتر كانه جلفانومتر جديد. ونعوض بقى بيه، نقول ان الار ام بتساوي في، هو عايزه يقيس 10 ماشي، ماينس اي جي ار جي على اي جي، طيب كل ده جديد، ها كل ده نيو، يبقى ار ام ايكوال 10 ماينس الاي جي اللي هي 0.1 ار جي اللي هي 9.8 على اي جي اللي هي 0.1، تطلع معانا 90.2 اوم وهتتوصل سيريس. لكن لو قال ان ده ازاي نحول الجلفانومتر كنا خدنا ارقام الجلفانومتر اللي موجوده، لكن ازاي قال لك ازاي تحول الاميتر اللي حصلنا عليه الى فولتميتر، يبقى انا اعتبر الاميتر كانه جلفانومتر جديد، بس انت تعرف مقاومته؟ لا، هتيجي تقول لي الاميتر متوصل الاثنين بارلل، فحسبنا ار جي الجديده والاي بتاع الاميتر هيبقى اي جي جديد، ونحل المساله عادي ما فيهاش اي مشكله، وهي دي فكره والله حليناها في الكامب، بس الناس مش بتتفرج على كل حاجه وبتجري الفيديوهات، وحليناها في الترم الاول وفيديوهات موجوده عندكم، لو عايزين اقول لكم الفيديوهات اقول لكم هي فين على الويب سايت بتاعنا. طب ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده مساله اوميتر، بيقول لي 50 مايكرو امبير فول سكيل ديفليكشن اوف كارنت، يعني ده كده يعتبر بالنسبه لنا اي توتال. حلو، قال لي بيستخدم في اوميتر، يعني دي مساله اوميتر. عندنا internal resistance RG ب 0.5 كيلو اوم، يعني خلي بالك دي 500، وباتري 1.5 فولتس، variable resistance 28 كيلو اوم يعني 28000 28000، وستاندرد ريزيستنس ار اس. احسب الفاليو بتاع الستاندرد ريزيستنس. السؤال هنا الستاندرد ريزيستنس دي من ضمن الديفايس، من ضمن الديفايس، يبقى مش هنعمل ار دي بلس ار اكس، ما دام حاجه ضمن الديفايس هنستخدم قانون اي ماكس في بي على ار ديفايس، قاعدة أساسية. طب الآي ماكس بكام؟ هو قال إنه 50 مايكرو أمبير، يبقى 50 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 في بي 1.5، نجيب أر ديفايس، جبنا أر ديفايس كلها ب 30000، إن كنتوا إخواتي تحاسبوا، تعالى بقى الأر ديفايس دي نفنطها كده، فيها أر جي وفيها أر ريوستات وفيها أر ستاندر، طب عوض كده، دي الأر ديفايس أر جي ب 0.5 كيلو أوم يبقى 500، وده 28 كيلو أوم يعني 28000، يدينا أر جي تطلع 1500، كده جبنا أر ستاندر. هنا قال لي اكسترنال ريزيستنس تخليه يقل النص، ثواني انت قلت اكسترنال، يبقى مش هنبقى اي ماكس خالص، اكسترنال ريزيستنس يبقى هنبقى نص الاي ماكس، لان هو قال ومش هنعوض بقانون في بي على ار ديفايس، هيبقى في بي على ار ديفايس بلس ار اكس، لان احنا قلنا لما يكون ار ديفايس بس او اي ماكس او اي حاجه تخص الديفايس اعوض على الاي ماكس، وانس ان انا قلت عن الاي ماكس يبقى اكيد في مقاومه زادت بهدلت الدنيا. يبقى هنا بص اي ماكس كنت ار ديفايس، هنا بقت نص الاي ماكس زودت على الار ديفايس ار اكس عشان هي اللي عملت كده. طيب نص اهي والاي ماكس اهي، في بي ثابته، ار ديفايس ثابته معانا، نقدر نجيب منها الار اكس. طيب عايز الكرنت اللي هيمشي لو وصلنا ريزيستنس، ما دي هتبقى ار اكس 70 كيلو اوم، ثواني انت وصلت مقاومه خارجيه او اكسترنال ريزيستنس، يبقى برضه هنستخدم القانون ده، يبقى الفي بي معانا والار ديفايس معانا والار اكس معانا، تطلع الاي الجديد بسيطه خالص. عايز النيو ريزيستنس فاليو ار في اللي تظبط البطاريه انها تنزل ل 1.3. حلو، طب اجيبها ازاي؟ ثواني انا اقول لك اهو، انت دلوقتي بتتكلم على حاجه بره الجهاز ولا جوه الجهاز؟ بتكلم على حاجه جوه الجهاز، يبقى هستخدم القانون ده اهو، بس هو عايز البطاريه ما تبقاش ثابته، عايز يغير البطاريه، فنقول ان الاي ماكس بتساوي في بي، تمام كده، حلو، على اور،
طيب نجيب ار ديفايس جديده بقى، ما هو قال لك احنا غيرنا في الار ديفايس، يبقى 50 ده اقصى سكيل بيقرا الجلفانومتر زي ما هو، ماليش دعوه انا ما غيرتش في سكيل الجلفانومتر. والفي بي اللي هو عايزها جديده اللي هنغيرها 1.3، والار ديفايس ايه؟ طيب فتطلع الار ديفايس ب 26000. ان كنت اخواتي تحاسبوا نعيد تاني السايكل تاني ونجيب الار في الجديد، بس احنا معانا الار ستاندرد ثابته ما بتتغيرش لانها قيمه فيكسد، الار بتاع الجلفانومتر قيمه فيكسد، جبنا الار في. هيجي واحد هبيت بقى يجي يقول لك ايه، هو البطاريه الفي بتاعتها بتتغير؟ اه في بعض الباتريز بيبقى عندها قدره ان احنا نغير القيمه بتاعتها، ولكن انا اسف يعني في التعبير، انت مالك يعني؟ انا دلوقتي اديتك سؤال وقلت لك ان انا عايز اغير البطاريه ال 1.3، هتشاركني وتقول لي لا والله ما بتتغيرش فانا السؤال بتاعها غلط فانا مش هحله، ولا تقعد تهبط في حته بعيده؟ حبيبي السؤال واضح، بيقول لك النيو ريزيستنس بتاعه الار في اللي تخلي البطاريه تنزل 1.3، يبقى معنى كده الباتري بتاعتك بقت 1.3 والاي بتاعك ما اتغيرش لان ده اقصى كارنت قرا الجلفانومتر ومفيش حاجه اتكلمنا عليها، والار ديفايس هي اللي هتتغير لانه قال ان الار في اتغيرت، فجيب الار ديفايس الجديده واشتغل عادي، لكن اي حاجه ثانيه يبقى انا اسف في التعبير انت بتهبل. تعالى في الكويستشن اللي بعده، بيقول لك ذا ميد بوينت اوف سكيل اوف انوميتر ما بين زيرو الانفينيتي ماركت 1500، يبقى دي ار اكس، بس خلي بالك قال ميد بوينت، دي هتوه عندك، فميد بوينت يعني ده حصل عند نص الاي ماكس. اه خدت بالك كده من النقطه دي؟ قال لك لو الاوميتر بيتكون من جلفانومتر 250 يعني ده ار جي، وفيكسد ريزيستنس يعني ده 1000 اوم، وريوستات ونجليجبل ريزيستنس، عايز قيمه الريزيستنس بتاعت الريوستات يعني عايز ار بتاع الريوستات اذا كان البوينتر هينحرف من الزيرو بوزيشن بتاع الاوميتر. بص كده انت مركزتش في جملتين هم حل المساله، نص الاي ماكس يعني ميد بوينت، والميد بوينت اتحققت عند ار اكس ب 1500، فانا قلت لك ان مسائل الاوميتر بتتحل ب في بي ايكوال في بي. فهنقول ايه؟ اي ماكس ار ديفايس ايكوال، ايوه الله ينور عليك، هاف الاي ماكس، هو هنا قال ميد بوينت فعشان كده حطيت هاف، لو قال مثلا كوارتر احط كوارتر، لو قال 1 اوفر 8 احط 1 اوفر 8، ار ديفايس واكيد وصلنا ار اكس، هتطير اي ماكس مع اي ماكس تطلع الاثنين فوق تبقى 2 ار ديفايس ايكوال ار ديفايس بلس ار اكس، هتيجي دي بالماينس يعني ار اكس اصبحت بتساوي ار ديفايس. اوبا يعني معنى كده ان الار ديفايس اللي تشمل كده، طبعا هما الاثنين بيساوي 1500 لانه مكتوب، اللي تشمل الار جي في المساله وتشمل الار فيكسد وتشمل الريوستات لانه ما قالش غيرهم بيساوي كل ده ار ديفايس. اه طب ما انا معايا دي 1500 ومعانا الار جي 250 ومعانا الار فيكسد 1 كيلو اوم يعني 1000، يبقى الار في كام؟ تبقى 250. خلصت المساله.